أغنية جديدة من بعد تجربة أرب أيدول، هي أغنية عراقية بعنوان أغار، تخدمت كلها في العراق وتسجيل الصوت اللي كان هنايا في المغرب. هي أغنية عراقية ولكن شبابية اللي مفهومة واللي كتطرق الموضوع الغيرة بواحد الطريقة لايت خفيفة، ماشي داك يعني كيفاش مثلا الزوجة أو الحبيبة كتغير على زوجها من حتى من نسمة الهواء، يعني واحد الغيرة اللي هي حلوة. هو ما كنظنش ما كاينش شي زوجة أو زوج اللي كيحبوا فعلا بعضياتهم اللي ما كاينش بيناتهم واحد الغيرة، ما نقولش ديك الغيرة العمياء، الغيرة بجنونة، ولكن ديك الغيرة من بعد تفاصيل صغيرة، من بعد يعني غيرة على لا شيء يمكن بسيطة اللي كتخلي الطرف الثاني فعلا كيحس انه مراتي فريمون عندها داك الهاجس وعندها داك الحب اللي كتغير على هاد الاشياء البسيطة. ما كنغيرش من الاشخاص، يعني مثلا ما كنغيرش من مثلا بنت زوينة جات تصور مع زوجي، لانه حتى انا ما كنش كن يعني الحمد لله مقتنعة بشكلي وما مسرقتش من نفسي. يمكن الغيرة تجي كما قلت لك على بعض التفاصيل صغيرة في الحياة، ولكن كمثلا غير من شخص او من هذا لا. انا مغربية وعارفة الحدود ديالي انا كفتاة مغربية، وعارفة حدودي كمجتمع مغربي. الصور اللي نشرتها مع زوجي صور اللي ممكن اي كوبل يتصورهم ويحطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عمرني ما خدشت حياة حتى شي حد، لانه قبل ما نخاف على 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 صورتي انا كنخاف على صورة اهلي، على صورة اهل ديال زوجي، واكيد كناخذ باعتبار كل هذه الاشياء هذه. اكيد اي 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 فتاة مغربية او مرأة مغربية كتحلم انه يكون عندها اولاد. الفكرة حاليا ماشي مؤجلة وماشي مستبعدة، يعني مخلينها كما نقولوا حنايا للوقت. لا جيب ولا تفار افات دائما كنعشقها، وحبيتها اكثر لما تعرفت عليها عن قرب من خلال استضافتها لي في برنامج تغريدة، وفعلا شفت فيها ديك الفنانة اللي لقنا عليها ديفا ديفا، يعني كيفاش كتكلم، كيفاش كترحب بيك، كيفاش تهضر معاك، تحسيها نقول حنا المغاربة بوزي كلاس، ماشي المغاربة الفرنسي، ماشي كيما نقولوا المغاربة. ونتمنى علاش لا يكون بيناتنا شي عمل ان شاء الله، علاش لا. تحياتي لكل متتبعين مواقع فبراير، دائما تابعوا اخباري وجديدي على موقع فبراير.